تفضلي. يعود وينضم إلينا ضياء الناصري من بغداد للوقوف مرة أخرى على آخر التطورات حتى اللحظة. إليك ضياء الناصري. للأسف تتطور الأحداث، هناك 5 قذائف هاون سقطت في داخل المنطقة الخضراء بالحد الأدنى، كما أفادت بعض المصادر الأمنية أو أفادتني بشكل خاص عن سقوط 5 قذائف حتى الآن، ربما العدد أكثر من ذلك، ولكن يعني بمعدل كل دقيقتين ربما استهداف. وأيضا منطقة الاستهداف بحسب المصادر الأمنية أنها مناطق قريبة، يعني ربما تكون على بعد كيلومتر من المنطقة الخضراء. هناك أيضا معلومات عن يعني توجه قوات عسكرية إلى محيط المنطقة الخضراء وإلى أماكن من خلف المناطق التي يتواجد فيها بعض العناصر الأمنية التي يعتقد بأنها تابعة لسرايا السلام، وتقف خلف هذه القوات من أجل السيطرة على الموقف هناك. أيضا الآن بيان آخر من رئيس الجمهورية يدعو فيه إلى التهدئة وضبط النفس، وبيان آخر من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يعني يترجى ويتوسل إلى الأطراف المتنازعة بالحد أو بإيقاف تدهور الأوضاع. أيضا هناك بيان من سكرتير الأمم المتحدة ويعبر فيه عن قلقه لما يحصل مع المتظاهرين ودخولهم البنايات عفوا الحكومية، وقلق حول التقارير التي تتحدث عن ضحايا، ويدعو جميع الأطراف إلى تفادي الخلافات والخوض بالحوار دون تأخير. أيضا بيان آخر من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني. سلسلة من البيانات الآن بدأت يعني تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من القيادات السياسية وقيادات الصف الأول تدعو فيه إلى التهدئة. حسب المعطيات المتوفرة إلى الآن يبدو أن هناك مساعي إلى حصر هذا يعني هذه الحالة وحالة الانفلات الأمني التي حصلت في بغداد، ويقال أنها تمتد إلى مناطق أخرى في البصرة وربما محافظات جنوبية أخرى. حتى الآن على ذكر المحافظات، هناك 5 محافظات عراقية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي، ولكن في بغداد لم يتم الحديث حتى الآن عن الحديث عن يعني حالة العاصمة يوم غد. من الواضح أن حظر التجوال سوف يكون مفتوح حتى إشعار آخر، وبالنتيجة إغلاق جميع الدوائر الحكومية وتعطيل حركة المرور بشكل كامل. أيضا هناك بعض الشهود العيان يتحدثون عن يعني انسحاب بعض المتظاهرين من محيط البرلمان، خصوصا المتظاهرين العزل الذين لا يمتلكون عدة أو سلاح للمواجهة أو للدفاع عن أنفسهم، وبالمقابل انتشار مكثف لعناصر مسلحة بين المتظاهرين. تقريبا هذه مجمل الأحداث. أيضا فقط أود الإضافة إلى إغلاق إذا صح الخبر، إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية من قبل أنصار التيار الصدري، وطبعا هذا يأتي ضمن سلسلة خطوات منها إغلاق مصفى وآبار المنتجة للنفط في جنوبي العراق في محافظة البصرة، البئر رقم 1 والبئر رقم 2 في مجنون والمناطق الأخرى. بكل هذه المعطيات يبدو أن الأمور يعني لم تنحسر بعد، على الرغم ارتفاع أصوات الداعية إلى أصوات العقل والاحتكام إلى لغة العقل وإنزال البنادق ورفع صوت الحوارات يعني بين الأطراف المتنازعة. وأيضا هناك تفاؤل، وربما هناك يعني دعوات إلى إنهاء
كل هذه المظاهر وإنهاء هذا الوضع على ما هو عليه هذه الليلة والانتقال إلى مرحلة جديدة اعتبارا من يوم الغد في حال استطاعت القوات الأمنية السيطرة على الوضع الأمني؟ وهناك حديث أيضا عن انتشار مكثف للعديد من قطاعات الجيش ووزارة الداخلية في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء. من الجهة الأخرى يعني من جهة البوابة الشمالية أو وزارة الدفاع وأيضا البرلمان العراقي وباحات البرلمان العراقي وحيث يتواجد العديد من المتظاهرين والمعتصمين والمسلحين في آن واحد. طبعا القصف كما سمعت منذ ثواني أيضا ربما قذيفة جديدة تستهدف داخل المنطقة الخضراء، وبالفعل نتحدث عن يعني تصعيد جديد بآلية الاحتكام إلى لغة العنف بين القوات الأمنية والقوات الأمنية وأيضا المسلحين الذين يعني يحملون السلاح ويواجهون القوات الأمنية. نحن اليوم نشاهد حالتين من الاحتكاك الأمني، حالة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاشتباك المباشر، وحالة أخرى باستهداف المنطقة الخضراء بقذائف الهاون من مناطق أخرى. يعني كل طرف يحاول أن يعزز وضعه القتالي تجاه الآخر. بكل هذه المفاصل يبدو السيطرة بشكل كامل أو إحكام السيطرة وغلق المداخل إلى مقتربات المنطقة الخضراء والمنطقة التي يتواجد فيها المتظاهرون والمعتصمون وأيضا المسلحون لم يتم السيطرة عليها، على رغم الحديث عن انتشار مكثف للقوات الأمنية وبعض يعني الأقتار العسكرية التابعة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية في أطراف أو المناطق التي يتواجد بها أتباع التيار الصدري. نعم، شكرا لك ضياء الناصري من بغداد على كل هذه المعلومات، وأيضا سنعود لك في حال كان هناك أي